عدد اللجان العامة اللي موجودة في محافظة الفيوم 6 لجان عامة. عدد أعضاء كل لجنة عامة بيختلف على حسب عدد الناخبين اللي في كل مركز، لكن عادة ما بتقلش عن 10. عدد اللجان الفرعية اللي موجودة في محافظة الفيوم 748 لجنة. عدد المراكز الانتخابية 338. الفيوم مخصص ليها في الفردي 15 مقعد، وفي اللجان 5 مقاعد من 45 لشمال الصعيد. عدد القضاة حضرتك 748 قول 5 ولا 4؟ نعم 5 مقاعد ولا 4 للقوائم؟ 5. واللجان الفرعية 15 الأوضاع، قصدي الفردي. الموظفين اللي منتدبين في من المحكمة وفي من النيابة الإدارية وفي من النيابة العامة وفي من هيئة قضايا الدولة والبعض من الوحدات المحلية. الموظفين استلموا والأوضاع الأوراق العملية الانتخابية من اللجان اللي متشكلة في محكمة الفيوم الابتدائية، ويتوجهوا إن شاء الله صباح باكر لمقر اللجان الفرعية لمزاولة أعمالهم تحت إشراف اللجان العامة. وبيقابلوا حوالي من 748 عدد من اللجان فرعية موجودة في مستوى محافظة الفيوم كلها، فيهم عدد ناخبين 1,700,000. طبعا ربنا إن شاء الله يصلح حالهم، والمليون و700,000 يتوجهوا لصناديق الاقتراع ويطلب أصواتهم في العملية الانتخابية. الإجراءات اللي اتخذت لتسهيل العملية الانتخابية، جميع الإجراءات